دشن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حملته توعوية صوتك حقك. تدخل الحملة ضمن برنامج المجلس للتثقيف السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم لحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية لعام 2024. في إطار اهتمام الدولة بذوي الإعاقة ورعايتها المستمرة لهم، قام الجهاز القومي لذوي الإعاقة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة بتدشين برنامج التثقيف السياسي لذوي الإعاقة وذويهم. يأتي البرنامج الذي يحمل اسم صوتك حقك متزامنا مع الانتخابات الرئاسية 2024، ويهدف إلى حث الأشخاص من ذوي الإعاقة على المشاركة بفعالية وبدور إيجابي في انتخابات الرئاسة باعتباره واجبا على كل مواطن. مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ده جزء من المجتمع، جزء مننا، وإحنا حريصين كهيئة وطنية للانتخابات ممثلة في مجلس إدارتها والجهاز التنفيذي على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، وإحنا دورنا إن إحنا نيسر المشاركة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، لأن هم دورهم مهم جدا. إحنا مش بنقول حسهم على المشاركة، لأن هم الحقيقة مشاركتهم دايما إيجابية، ولكن إحنا بنسعى لإتاحة أفضل لمشاركة أعلى بإذن الله. الحدث ده مهم جدا، إحنا بنتكلم عن المشاركة الإيجابية والسياسية عموما، والتوعية والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة كيفية الوصول لهذا الحق، وإزاي يتم تمكينه من خلال المبادرة اللي احنا بنطلقها صوتك حقك. وهي المبادرة الحقيقة بتتعاون مع الحملة القومية للانتخابات الرئاسية، بنتعاون مع كل الوزارات، عملنا بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومع وزارة التضامن. فعاليات تستهدف أيضا حث ذوي الإعاقة على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي دون توجيه معين، حيث يقتصر دور الحملة على التعريف بالانتخابات الرئاسية وأهميتها وكيفيتها وشروطها وأبرز المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية والقوانين المنظمة لهذه الانتخابات وضرورة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق وأيضا في الاستحقاقات المماثلة في مصر. بدعو كل شخص من ذوي الإعاقة على وجه الخصوص ينزل ويساهم ويشارك في العملية الانتخابية. الإعاقة ما بتعقناش في حاجة ان احنا نشارك، وطالما العقل سليم وتمام ولينا حق ان انا اشارك في اي حاجة. اللي انا جاية طبعا ان انا اشارك في الانتخابات دي، وان انا طبعا مبسوطة ان انا اشارك في وسط زبايني وفي وسط طبعا الناس المهمين، ومبسوطة ان انا في وسطيهم. يوما بعد يوم تثبت الدولة احترامها للمواطن وحرصها على توفير أفضل الظروف أمام قيامه بممارسة حقوقه السياسية والدستورية، وهذه المرة عبر دعم ومساندة ذوي الإعاقة.